كنتوا نايمين على الأرض في أنا وهو وهي، فأنا وهو وهي، وقلت لها تتجوزيني من غير ما الجمهور يسمع. حصل. والدي تركي ووالدتي الشركسيه، وانا برج العقرب ومولوده في عيد الحب يوم 4 نوفمبر. عيد الحب مظبوط. ايوه صح. انا دوله البرقدار كاف، بنت عثمان الارناؤوطي، ابن سلوقي محمد لاظغل البرقدار كاف. كان شكلي مختلف، ليا ستايل معين، ليا طريقه في الاداء، اللي كانوا موجودين كنت انا مختلفه عنه. البداية ما كانتش كوميديا خالص. لا خالص. كانت لا ملوش دعوة ولا ولا لا استعراض. كانت كلها أدوار إنسانية كده يعني. وهتفضلي هربانة كده على طول؟ تستاهل. ما أنا مش عايزة أروح هناك تاني أبدا. لا أنا هشوف لك شغلانة هنا عندي. جه الأستاذ سيد بدير قال هعمل مسرحية كوميدي، كان عاملها نجيب الريحاني. وعايزين البنت البنت الجديدة دي دي حلوة، دي دلوعة دي. اتفضلي يا عزيزتي. ميرسي، أشكرك يا أستاذ. إلهي يجعل حبرها زعفران في إيديكي. قالوا نجيب الأستاذ فؤاد المهندس. أنا بقى ما عنديش فكرة عن فؤاد المهندس ده خالص. اشتغلنا كتير وخدنا على بعض كتير. أي وحصل التاتش ما بيننا وما بين بعض وقلنا لازم نتجوز.